إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إقامة الصلاة تحتاج للخشوع، الخشوع يعني ده أهم حاجة، روح الصلاة. والإنسان يعني الخشوع بالنسبة للصلاة كالروح بالنسبة للجسد. لكن تتخيل حضرتك جسد بلا روح يعني ميت. طيب صلاة بلا خشوع برضه جسد، يعني كأنها جسد بلا روح. فربنا يرزقنا ياكم جسد خشوع. بكل خطوة كم حسنة؟ أيوة أنت 10 حسنات، جزاكم الله خيرا، اللهم آمين. يبقى بكل خطوة 10 حسنات. تاني حاجة يحط عنك خطيئة، ده تاني حاجة. تالت حاجة يرفع لك درجة في الجنة، يا رب ارزقنا واياكم الجنة يا رب. رابع حاجة الملائكة تدعو لك وتستغفر لك. الملائكة خد بالك، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فدعاء مستجاب، يدعون لك ويستغفرون لك. خامس حاجة تأخذ أجر المرابط في سبيل الله في الجهاد، أدي خامس حاجة. سادس حاجة تأخذ أجر الحاج المحرم كنافلة، أجر الحاج الإيه؟ المحرم كنافلة. سابع حاجة ولا ثامن حاجة يكتب كتابك في عليين، في عليين. اللي بعدها أنت زائر الله، أنت زائر الله سبحانه وتعالى. بعد كده تنال الرزق الوفير، تجد النور التام يوم القيامة. خلينا عن مسألة النور، مسألة يعني ربنا يا رب يجعلنا وإياكم من أهل الأنوار. تجد النور التام يوم القيامة. آخر حاجة أو آخر حاجتين، يتلقاك الله عز وجل ببره وإكرامه، يتبشبش لك كما يتبشبش الناس لغائبهم. ربنا يرزقنا إياكم يا رب اللذة والنعمة دي. آخر حاجة يدخلك الجنة، أنت عايز أكتر من كده؟ طب بالله عليك بعد ما تسمع ال 11 ثمر ديت، حتى لو ما كنتش سمعتها قبل كده، نفسك ما تفرحتش للصلاة؟ أنا متهيألي دلوقتي يعني ممكن تقوم وتسيب الحلقة وتصلي. إحنا بدأنا الصلاة، رفعنا إيدينا، وضعنا اليد اليمنى الكف على الكف على الصدر، قرينا الفاتحة والسورة، رفعنا ايدينا تاني، ركعنا، بان الركوع واضح جدا، رفعنا من الركوع الرفع وقلنا اذكار الرفع من الركوع، وقفنا حتى عاد كل عضو الى موضعه، نزلت الايدين في جنبك، او الشيخ ابن باز وبعض العلماء يقول ارجع الايدين على الصدر، ارجع ايديك جنبك، وبعدين هنبدا ننزل للسجود. تقول إخوتي وأنا أحبكم في الله إن الصلاة معاني، أسرار، مش حركات، مش تمارين رياضية، مش أداء واجب ونخلص. عايزين نصلي. قال رسول الله، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. هي كده، إذا صلحت صلح سائر عمله. لو الصلاة اتظبطت كل الأعمال تتظبط. هناك أصول مرتبطة ببعضها، فكل أعمالك وعباداتك مرتبطة بالصلاة. إذا صحت الصلاة صلحت الصلاة، صلح سائر عملك، وإذا فسدت الصلاة فسد سائر عملك. عشان كده سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول الصلاة ميزان، لو ظبطت الصلاة يتظبط معك الصيام، وتظبط معاك التراويح، وتظبط معاك اللسان. عشان كده انا بتعجب من واحد بيصوم وما بيصليش. احلى، انت بتعبد مين؟ ما هو اللي امرك بالصلاه بالصيام امرك بالصلاه. واحده بتصوم ومش محجبه، سبحان الله العظيم. ما هو اللي امرك بالصيام امرك بالصلاه امرك بالحجاب. إذ أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في عمل يؤخر عن الصلاة.